خلينا بس نروح للأستاذ أحمد السيد ونشوف ردود الأفعال على البوستات التي أطلقها المستشار تركي الشيخ والتي هزت القلعة الحمراء النهاردة وهزت أركان مصر كلها على المستوى الكروي، لأن الأهلي بجماهيره اللي بالملايين النهاردة لا حديث لهم، لا حديث لهم إلا عن بوستات المستشار تركي الشيخ. ترى ماذا يدور داخل الأفرع الثلاثة للنادي الأهلي، الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، وكيف استقبل أعضاء النادي الأهلي العاملين في النادي هذه البوستات من تركي الشيخ أبو ناصر، وكيف رصدتها الجماهير في أهم الصفحات اللي هي بالملايين اللي بتتكلم عن الأهلوية. خلينا نروح للمتخصص في ذلك، أستاذ أحمد السيد. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر وكل متابعينك يعني عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب. يعني يا استاذ احمد، كل الناس بتتابعنا على الفيسبوك، بنذكرهم دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك، شير لو سمحت وابعت منشن لاصحابك، واللي بيتفرج علينا دلوقتي على اليوتيوب بنقول له اشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يقدر يجي لك كل الفيديوهات اول باول، لان طبعا ليس اللايف فقط هو ما نصوره يوميا، وانما على مدار اليوم عندنا فيديوهات كتيرة بنزيحها على قناة عبد الناصر زيدان، فمن فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ويا ريت عكن الهجمه بدات تيجي من الهاكرز نعلق على قد ما نقدر، ونعمل شير على قد ما نقدر، ومنشن على قد ما نقدر، وعلى اليوتيوب نعلق ونحارب ان احنا ننشر الفيديو لاكبر عدد ممكن. استاذ احمد السيد، يعني الثلاث بوستات من المستشار تركي الشيخ ابو ناصر هي حديث الساعه، عايزين ردود الافعال داخل افرع الاهلي الثلاثه، الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وفي نفس الوقت ما رصدته من ردود افعال الجماهير والنقاد ونجوم الاهلي القدامى والحاليين على هذه الروح وهذه الدعوات للتسامح والتحذيرات بألا يكون هناك انقسام مرة أخرى في المستقبل كما ذكر أبو ناصر في بوستاته الثلاثة. يعني خليني ابدا بالبوستات. وكان معالي المستشار تركي الشيخ ابتدى منذ ايام كمان لما تمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، وبعد كده اكد دعمه للنادي الاهلي، وبعد كده قال ان هو يعني مش عايز يتم الزج باسمه في اي خلافات اخرى، كان كلامه واضح. واخيرا كمان يعني قبل يعني البوستات الاخيره دعمه لاصابه محمد محمود. كل هذه البوستات لقت يعني ترحاب من جماهير النادي الاهلي اللي بتهمها اكيد طبعا ان يكون علاقتها وعلاقه النادي الاهلي بمعالي المستشار تركي الشيخ على ما يرام، وان يتم ازاله الخلافات. الا ان طبعا البوستات الاخيره اللي نشرها معالي المستشار تركي الشيخ يعني اعتقد جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي في حاله من الرضا، حاله من السعاده، يعني همهم خلاص ازاله الخلافات وازاله يعني اي شوائب قد تكون موجوده. الراجل كان كلامه واضح وتقدير واضح لكابتن محمود الخطيب، تمام والاهم من تمام ده كله ان هو قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني واضح ان هو مهم جدا ومركز جدا في علاقته مع النادي الاهلي، كمان مع جماهير النادي الاهلي اللي قال ان هو بيكن كل تقدير واحترام ليها وان هو عضو منها. ففي حاله من السعاده، حاله من الرضا، الناس بتهمها، وده كان كلام الكابتن محمود الخطيب. خلينا بقى نبعد عن الفتنه، خلينا نكون دايما كلنا ايد واحده. فيعني انا مش بتكلم كمان عن تعاون او حاجه ما شابه ذلك، لكن انا بتكلم ان كان في خلاف مهم ازاله هذه الخلافات، واعتقد هذه الكلمات يعني جاءت في وقتها وبتؤكد يعني حاله الحب والرضا من معالي المستشار تركي الشيخ للنادي الاهلي وجماهيره، وده هو اللي اكده بنفسه. وكمان ايضا في حاله من السعاده لجماهير النادي الاهلي لمجلس ادارتها كابتن محمود الخطيب، اللي يوما بعد يوم بيتاكد الايام بان مجلس اداره محمود الخطيب كان على حق، وان هو دائما يعني بياخذ المواقف الايجابيه الصحيحه يعني دفاعا عن النادي الاهلي ودفاعا عن كيان النادي الاهلي، اللي يعني الايام يوم بعد يوم بتثبت. وكمان اتاكدوا ان كان في حرب ممنهجه وناس بتحاول تدمر العلاقة ما بينهم ما بين أبو ناصر طوال الفترة اللي فاتت، وللأسف الشديد كلاهما بلع الطعم.
وده اللي قاله في بوستاته فعلا الاخيره، وده اللي الناس بدات تفهمه. وربما قد يكون هناك بعض البوستات كان هينشرها وما اتنشرتش لايضاح هذه الامور، لكن فعلا الناس بدات تفهم ان في ناس للاسف يعني بتلعب على هذا المنوال وعلى هذا الحبل، يعني محاوله اثاره الفتنه ومحاوله يعني في وقت من الاوقات لما كان الطرفين حتى ولو كانت هناك بعض الخلافات كان في من يحاول يعني ان يكبر هذه الخلافات ويجعل الخلافات دي مشاكل كبيره. اكيد اكيد كان في مصالح يعني لأحد الأطراف يعني اللي يكون فيه مشاكل وخلافات يعني كبيرة، لكن يوما بعد يعني إذا أستاذ أحمد الأول ارتياح تام داخل الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي العاملين المتابعين للموقف. بالفعل في حالة من الارتياح. كل الناس طبعا بتقدر معالي المستشار تركي الشيخ يعني لشخصه ولمقامه ولمنصبه، لكن الأهم من ده كله إن هو نفسه بيقول إن كان هناك خلافا ولكن الموضوع انتهى. الأهم إن هو بيقول بقى عضو أو متابع وأحد يعني جماهير النادي الأهلي، وإن هو بيحب الكيان وهيدعم الكيان وإنه بيقدر الكابتن محمود الخطيب. الكلمات دي مهمة وكان ليها يعني مفعول السحر لجماهير النادي الأهلي، اللي حتى لو البعض بيقول إن ما يكونش فيه تعاون أو ما شابه ذلك، لكن البعض بيؤكد مهم إن العلاقات ترجع زي ما هي، مهم إن التقدير والاحترام بين الطرفين يكون موجود، مهم جدا ان الراجل يكون داعم للكيان ومحب للكيان زي ما كان قبل كده. يعني كل هذه الكلمات اكيد يعني كمان بتذيب الخلافات اللي كانت موجوده في قله من جماهير الاهلي، زي ما هو قال ان في قله من جماهير الاهلي كانت بتهاجمه. الكلمات هذه اعتقد هتخلي هذه القله يعني تبعد عن هذه الافكار. والاهم من ده كله زي ما حضرتك قلت ان البعض كان بيلعب على الوتر الحساس علشان يحاول يوسع الفجوه، وللاسف يعني الفجوة وسعت وسعت وسعت، لكن آن الأوان بقى أن الموضوع ينتهي، لأن يعني أعتقد في مصلحة الجميع نبدأ هذه الخلافات ما بين كل الأطراف. يعني حتى احنا مش بنتكلم عن كيان أو عن شخص، لا احنا بنتكلم على وجه العموم لمصلحة الرياضة المصرية والرياضة السعودية. وزي ما معالي المستشار تركي الشيخ قال لك الدولة المصرية والدولة السعودية يد واحدة، فيعني مهم جدا جدا احنا بقى يعني نرتقي بأنفسنا عن هذه الخلافات. طيب صفحات الأهلوية الشهيرة يمكن نشرت وأبرزت علم مصر والسعودية النهاردة، وده اللي دايما بنقوله إن كرة القدم قاطرة للود والمحبة. يعني كيف تابعت صفحات الأهلي الأكثر انتشارا على السوشيال ميديا يا أستاذ أحمد؟ يعني بعض طبعا كل الصفحات تقريبا تحدثت عن هذا الموضوع. الكل يعني بيتكلم عن دعم المستشار تركي الشيخ، الناس بتتكلم عن صفقات يقدمها المستشار تركي الشيخ للنادي الاهلي طبعا، لكن خليني اقول الكل مرحب بهذه او بيقدر هذا الكلام اللي كان من المستشار تركي الشيخ. والجميل ان هو الكلام واضح، الكلام يعني مش محتاج تأويل او مش محتاج اجتهاد في الشرح، يعني هو الراجل كلماته واضحه جدا. يعني مش عايز اقول اسامي صفحات، لكن كل الصفحات بترحب بهذه الكلمات، بترحب او معظمها خلينا نقول معظمها بترحب بهذه الكلمات، بترحب بكلام معالي المستشار تركي الشيخ، بترحب وتؤكد ان مجلس اداره النادي الاهلي دائما على صواب، وان الراجل كمان بيحاول يقرب وجهات النظر، وان بي 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 بيقول خلاص خلينا ننبذ كل الخلافات ونفتح صفحه جديدة في حب ودعم الكيان. وهو قال كمان انه احد يعني او احد محبي ومشجعي جماهير النادي الاهلي، وبالتالي وقال انا من ضمنهم وهكون داعم ليهم دائما. طبعا جماهير النادي الاهلي اكيد سعيده بحاجه زي كده. طيب اعتقد ان في بعض الاسئله جايه لنا، نبدا مباشره. الناس بتسال في كلام ان المستشار تركي الشيخ سيقوم بزياره للكابتن محمود الخطيب في منزله كعيادة مريض والاطمئنان على صحته. عايز اقول ان كل شيء وارد، كل شيء وارد. هل لديك معلومات يا استاذ احمد؟ لا انا اكتفي بكلمات حضرتك، كل شيء وارد. واللي الناس بتقوله برضه خلينا يعني مش لازم العلاقه ما بين الطرفين تكون علاقه منفعه، ده اللي انا عايز اقوله. مش بالضبط. لازم طالما في مصالحه يبقى الشيخ راجل كبير والاهلي كبير والخطيب ومجلسه كبيران، فالعلاقه اكبر من المصالح وتبادل المنافع. بس ده اللي انا عايز اوصله، واعتقد ده حضرتك وصلته يعني بكلامه بالشياكه. هو ده اللي نتمناه، ان الناس كمان تبقى واخده بالها من مثل هذه الكلمات. وفعلا زي ما هو قال في بعض هيسعى تاني لاثاره الفتنه، وفي بعض اكيد هيلعب على الوتر اللي بيعمل مشاكل، فخلينا احنا نكون اكبر من ده كله، وان دعوه لنبذ الفتنه ودعوه لنبذ التعصب، ويكون التركيز فقط في الرياضه، التركيز فقط في السمو والرياضه دايما بترفع من الاخلاق، ما يبقاش فيه خلافات وما يبقاش فيه سباب وشتائم يعني.
كل شيء وارد يا جماعة. زيارة الموسيقار تركي آلشيخ للكابتن محمود الخطيب، ليس لدينا معلومات مؤكدة ولكن واردة أن يصدر الأهلي بيان ويتحدث بشكل إيجابي ردا على الإيجابية التي جاءت في بوستات المستشار تركي آلشيخ. كلاهما كبير وكلاهما يقدر الآخر، ولكن لكل واحد الحق في اختيار المواعيد التي يراها مناسبة لأن يتحدث وأن يصدر ما يريد من كلمات. طيب أستاذ أحمد السيد، خليني أروح معاك لباقي أخبار النادي الأهلي. يعني النهاردة تأكد انفرادك سيد عبد الحفيظ، نبدأ بده، قال إن في 3 عروض لينا لدبي واستقرنا على دبي لإقامة المعسكر. نبدأ من السؤال ده. بالفعل خلاص، هو تم الاستقرار على دبي، وزي ما انا بقول لحضرتك هيكون السفر يوم 30، ربما يتم ارجاعه ليوم 31، والعوده هتكون 6 او 7 نوفمبر. هو ده معسكر الاهلي في دبي زي ما قلنا لحضرتك امبارح، خلاله هيكون في مباراتين وديتين متدرجين المستوى زي ما مستر فايلر كمان طلب. الجديد كمان ان مستر فايلر رغم انه كان خلاص زي ما قلنا امبارح كان ساعات وهيسافر لسويسرا، الراجل لغى فكره السفر مره اخرى لان هو قال الفريق هيرجع للمران يوم الاحد، وبالتالي هو شايف ان كده قد يتغيب على المران يومين او 3. فالراجل يعني بشغل جدي جدا لغى فكره سفره لسويسرا يعني على اخر لحظه زي ما بيقولوا بعد ما كان حجز، لكن تم الغاء فكره السفر لسويسرا علشان يعني يقود المران بنفسه يوم الاحد. مستر رينيه فايلر رحل سفره لسويسرا على الرغم ان الاهلي في اجازه طويله حتى لا يغيب عن مران واحد من تمرينات النادي الاهلي. بالفعل لان الاهلي كان فعلا كان اجازه هو منذ 3 ايام وهيرجع للمران الاحد، وبالتالي خلاص يعني تم الاستقرار على عدم سفره، وعشان يكون يعني هو اللي بيقود المران، خصوصا ان هو خلاص مركز جدا 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 في الفتره القادمه. وزي ما حضرتك عارف النهارده كمان الاتحاد الافريقي اعلن يعني 3 مواجهات او مواعيد 3 مواجهات في دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي، اولها الاهلي ومع النجم في يعني تونس يوم 29 من نوفمبر، وبعد كده الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر، ثم بلاتينيوم ستارز يوم 28 ديسمبر في القاهرة. يعني فأعتقد خلاص الأهلي بيستعد جديا. يعني الأهلي هيلعب أول ماتشين خارج أرضه يا أحمد؟ أول ماتش هيكون مع النجم الساحلي التونسي في تونس. بالظبط. الهلال السوداني في تونس في مصر ولا السودان؟ الهلال السوداني في القاهرة، وبلاتينيوم ستارز اعتقد لا، الهلال السوداني هو اللي خارج الارض وبلاتينيوم هو اللي في القاهرة. ما انا ده بقى عشان كده اقول لك الاهلي يعني القرعة انا من وجهة نظري خدماه، يعني هيلعب ماتشين هم الاصعب خارج ملعبه، يعني معنى كده دول هيختم بيهم على ملعبه. بالظبط. يعني برضه تأكد النجم في تونس ده تأكد، لكن عايز أتأكد الهلال في القاهرة ولا في السودان؟ حاضر انا معاك اهو على طول، لكن اللي عايز اقوله ان مستر فايلر نفسه يعني مركز جدا على كمان دوري ابطال افريقيا، وكمان فكر الجهاز المعاون ان هيكون يعني في تم تقسيم كده، يعني هم عملوا زي تقسيمه كده في الجهاز المعاون، كل فريق كل حد من اعضاء الجهاز ماسك فريقه بيجمع معلومات عنه بالفيديو علشان يكون في استعداد جيد مبكرا لهذه المجموعه. المباريات زي ما انا قلت الاهلي والنجم يوم 29 نوفمبر بتونس، بعد كده الاهلي والهلال السوداني يوم 6 ديسمبر في مصر، وبعد كده الاهلي وبلاتينيوم زيمبابوي هيكونوا في مصر يوم 28 ديسمبر. يعني الاهلي والهلال السوداني يبقى بلاتينيوم ده اخر الدور الاول وهو هيبقى بدايه الدور الثاني. صح كده بالظبط كده. بالظبط. يبقى الاهلي هيبدا مع النجم يوم 29 نوفمبر بتونس، بالزبط. بعد كده الاهلي مع الهلال السوداني في مصر، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي ايضا في مصر 28 ديسمبر. بعد المجموعه كده هيتحدد بقى هيبقى بلاتينيوم بره، وبعد كده النجم هنا، والختام بالهلال بره. صح كده تمام. طيب اعتقد المجموعه متوازنه لكن فيها فرق كبير، وحتى يعني البعض بيتكلم عن النجم الساحلي التونسي والمشاكل اللي عنده، المشاكل الاداريه وتذبذب في الاداء، ولكن اعتقد برضو مهما كان فريق النجم فريق كبير يعني، وبالتالي المباريات هتكون في غايه الصعوبه في دوري ابطال افريقيا. طيب في اخبار تانية خاصه بمحمد محمود؟ يعني خلينا نقول محمد محمود، بعض جماهير الاهلي النهارده اتجمعت حوالين منزله قبل السفر في لفتة طيبة جدا من جماهير النادي الاهلي. هو خلال ساعات خلاص هيكون في المانيا علشان المعسكر عشان الجراحة ان شاء الله هيكون ميعادها يوم الثلاثاء، بنتمنى له يعني ان شاء الله يعني العودة سالما غانما
وان ربنا يشفيه. اعتقد يعني حالته النفسيه بتزداد يوم بعد يوم. الراجل جميل جدا، ويعني هو واثق ان ده ابتلاء من ربنا وانه هيرجع احسن من الاول. الغريب انه كان اسمه يعني من ضمن قائمه المنتخب الاولمبي اللي هتشارك فيه البطوله الافريقيه بتاع 23 سنه. كل شيء نصيب يعني، قدر الله ما شاء فعل. كل شيء نصيب. طيب في لكن قدر الله ما شاء فعل. في اخبار تاني في فرقه الكوره او في النادي الاهلي؟ لا خلاص، هو كده الفريق هيعود للمرن اليوم الاحد. يعني كان في كلام بس في يعني على موضوع كهربا، انا عارف السؤال اليومي، لكن حتى الان ما فيش جديد. البعض بقى بيهاجم الجهاز القومي لجهاز المنتخب بخالد حسام البدري على استدعائه البركات، عفوا استدعائه الكهرباء. بركات رد وقال ان لعيب محترف وبيلعب في فريق قفش البرتغالي، وبالتالي مش اول مره حتى يكون موجود في المنتخب، فما فيش اي مشكله ان يتم استدعائه، وبالتالي نفى مثل هذه الامور. الاهلي على الصعيد الفني زي ما انا بقول لحضرتك هو بيستعد من يوم الاحد، هيكون في مران 3 ايام قبل السفر للامارات، مباراتين، ويرجع 3 ايام قبل استئناف مباراه الجونه باذن الله. شكرا جزيلا استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا.